مرحبا بكم في هذا الفيديو الشيق الذي سنتحدث فيه عن كيفية زراعة اليابانيين الملايين من دود القز من أجل الحرير. سنتعرف على تاريخ صناعة الحرير وعن جميع مراحل تربية دود القز في المزارع ومعالجة كويرات الحرير في أحد أكبر وأحدث المصانع اليابانية المختصة في هذا المجال. كما سنتعرف على الفرق بين الحرير الصناعي والحرير الطبيعي وكيفية التمييز بينهما. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والإعجاب، شكرا جزيلا لكم. تعود صناعة الحرير في اليابان إلى أكثر من 2000 عام، وكانت واحدة من أول الدول التي بدأت في تربية دودة القز وتصنيع الحرير. ووفقا للأسطورة اليابانية، تم تقديم زراعة دودة القز إلى اليابان من قبل إلهة الشمس آماتراسو، ويقال أن آماتراسو أرسلت حورية إلى الأرض لتدريس الناس كيفية تربية دودة القز وتصنيع الحرير. كانت اليابان واحدة من الدول الرائدة في إنتاج الحرير في العالم خلال العصور الوسطى، وكان الحرير الياباني مطلوبا بشدة في الصين والهند وأوروبا. في القرن 16 وصل المسيحيون إلى اليابان وجلبوا معهم تقنيات جديدة لتصنيع الحرير، مما أدى إلى تحسين جودة الحرير الياباني. وفي القرن 19 فتحت اليابان أبوابها للتجارة مع الغرب، وأدى ذلك إلى زيادة الطلب على الحرير الياباني في الأسواق العالمية. تبدأ زراعة دودة القز بتربية البيض. يوضع البيض فوق أوراق بلاستيكية صغيرة تسمى الحضانات. تحفظ الحضانات في غرفة تتراوح درجة حرارتها بين 25 و 28 درجة مئوية. بعد حوالي 20 يوما يفقس البيض وتخرج الديدان الصغيرة، لكن قبل الفقس بيومين تقريبا يتم توفير الطعام مسبقا حتى تتمكن الديدان الصغيرة من التغذية مباشرة بعد الفقس. بعد الفقس والطرح يأكلون كثيرا وينمون بسرعة كبيرة، حيث يقوم العمال بتقديم الطعام للديدان 3 مرات في اليوم حتى تكون دودة القز مستيقظة ونشطة. كما يجب توزيع الطعام بالتساوي على جميع الديدان. وهذه هي إحدى الغرف الحديثة لتربية دود القز، والتي يتم التحكم فيها في درجة الحرارة بشكل أوتوماتيكي. بعد ذلك يتم نقل الديدان في الصناديق إلى المزرعة. بعد وصولها يقوم العمال بوضع الديدان في مكان الزراعة الرئيسي المبطن بالنيلون، وتتم تغطيتهم بشبكة صغيرة للحد من حركتها. وكما هو معروف فالغذاء الرئيسي لدودة القز هو أوراق التوت. في هذا الوقت تأكل دودة القز 4 وجبات في اليوم بفارق 6 ساعات. وفي عمر 2 أسبوع تقريبا تبدأ دودة القز بالتخلص من جلدها لتصبح دودة كبيرة. وفي هذه المرحلة تأكل دودة القز كثيرا، وتحتاج إلى كمية كبيرة من أوراق التوت، حيث يحتاج المزارعون إلى 1500 كيلوغرام من الطعام لكل 3000 دودة. كما يقوم المزارعون بتقديم فروع كاملة من شجر التوت للديدان، وذلك من أجل حصولها على المزيد من الألياف، فهي تأكل لمدة 15 ساعة في اليوم. بعد ذلك تبدأ دودة القز بالأكل ببطء، مما يشير إلى اقتراب عملية الشرنقة. ثم يبدأ المزارعون بالتقاط الديدان والاستعداد لمرحلة الشرنقة. بعد ذلك يتم وضع دود القز في لوح خشبي على شكل قرص العسل، والذي يتم تعليقه بحيث يمكن تدويره،
ويجب أن تكون درجة الحرارة بين 30 إلى 32 درجة مئوية، وذلك لضمان نجاح عملية الشرنقة. في هذا الوقت، ستطلق دودة القز الحرير بالتساوي، وللإشارة، تصبح دودة القز جاهزة لتصنع شرنقة الحرير بعد عمر 25 يوم، بعد 4 إلى 5 أيام يمكن حصاد الشرانق. بعد الحصاد، تبدأ عملية الفرز اليدوي حيث سيتم إزالة الشرانق ذات الجودة الرديئة، ثم يتم نقل الشرانق في أكياس إلى مصنع الحرير. في المصنع، يقوم العمال مرة أخرى بالتحقق من جودة الشرانق. بعد ذلك، يتم نقع الشرانق في الماء الساخن لتلينها وكذلك لقتل اليرقات التي بداخلها. ثم تقوم هذه الآلة بلف الحرير إلى خيط حريري. بعد ذلك، يقوم العمال بلف الخيط الحريري في آلة أخرى لبدء عملية الدوران. يتمتع كل من الحرير الطبيعي والصناعي بخصائصه الفريدة واستخداماته الخاصة. يعتمد اختيار نوع الحرير المناسب على الاحتياجات الفردية والميزانية. يصنع الحرير الصناعي من ألياف اصطناعية، بينما يصنع الحرير الطبيعي من ألياف بروتينية يتم إنتاجها بواسطة دودة القز. ويتمتع الحرير الطبيعي بالعديد من الخصائص الفريدة التي لا توجد في الحرير الصناعي، بما في ذلك القوة. يعد الحرير الطبيعي أقوى من الحرير الصناعي، حيث يمكنه تحمل وزن أكبر دون أن ينكسر. النعومة. يعد الحرير الطبيعي أكثر نعومة من الحرير الصناعي، حيث يشعر بالراحة على البشرة. اللمعان. يتمتع الحرير الطبيعي بلمعان طبيعي لا يمكن محاكاته في الحرير الصناعي. القابلية للتنفس. يسمح الحرير الطبيعي للجلد بالتنفس، مما يجعله مريحا للارتداء في الطقس الحار. كما يعد الحرير الطبيعي أكثر تكلفة من الحرير الصناعي، وذلك بسبب عملية الإنتاج المعقدة التي يتطلبها. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والإعجاب. شكرا جزيلا لكم.